السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهارده؟ بقالنا كتير، حوالي أسبوعين. بعتذر الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي قبله، مش عارف، يعني بيجي لي برد. يعني يوم الخميس بالليل ألاقي دايما جاي لي برد. النهاردة يعني أنا عندي برد للأسف، بس قلت لازم أدي محاضرة، يعني ما ينفعش، عشان كده مش هطول قوي، بس هدي التكملة للمحاضرة اللي فاتت إن شاء الله. أنا عارف إن أنا يعني قدمت كذا اعتذار قبل كده، والله غصب عني، بس أنا فعلا يعني مناعتي ضعيفة شوية، وبحاول أعالج الأمور دي على قد ما أقدر. طيب، الحمد لله يا زينب، أهلا بيكي. يا ريت يا جماعة الجست يغير اسمه بس عشان نعرف. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا وليد؟ أهلا يا زكريا. طبعا الناس الجديدة يعني أحب أرحب بيها، بس في نفس الوقت برضو أعتقد إن هي مش هتستفيد النهاردة قوي، لأن هتبقى المحاضرة دي متابعة لل ربنا يخليكي يا زينب، ربنا يخليكي. لو في أي أسئلة ولا حاجة تقدري تسأليني قبل ما نبدأ لو عايزة، يعني مفيش مشكلة خالص. جست 14 بس غير لي اسمك وابدا اتكلم معاك، بس هو مش عارف قصدك ايه. دي المحاضرة رقم 10 غالبا. المحاضرة رقم 10 دي، 10 9 اديناها المرة اللي فاتت. دي 10 تقريبا. طبعا احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة راس السنة الهجرية اللي هي كانت الأسبوع اللي فات، و بعد كده طبعا جت الأحداث اللي في مصر، واللي خلتني أعتذر عشان نزلت تخيم الجمعة اللي فاتت. النهاردة بس هنكمل المحاضرات اللي فاتت، فبالتالي اللي متابع معانا هيفهم، اللي مش متابع معانا يقدر يتابع المحاضرات على اليوتيوب او يقدر يتابعها على السايت بتاع ملتقى التعيين. تقريبا معظم المحاضرات نازلة، ف الله يبارك فيك يا محمد، مع ان انا مش معترف بالانتخابات اصلا علشان بحس انها لف شوية علينا، بس ما علينا، احنا مش هنا عشان نتكلم في السياسة. طبعا بالنسبة للناس الجديدة احب ارحب بيها مرة تانية واقول لهم يعني معلش ان انتوا مش هتستفيدوا قوي، بس لو على الصفحة، لو دخلتوا على الصفحة بتاعتي ان شاء الله هتلاقوا فيها الفيديوهات نازلة. بس اقعد اسمع، يمكن انا عملت لكم شير دلوقتي، عملت لكم بوست. لا يا وليد مش مشكلة، أنا هدي المحاضرة، بس هدي اللي فات. يعني أنا اللي فاكر إن اللي فات، المحاضرة اللي فاتت رجعنا فيها، يعني شايفين البوردة بس مبدئيا شايفينها ولا؟ أوكي طيب، جزء 40 بس أغير اسمك بعد إذنك. المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله
هي تكملة للمحاضرة الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كان من حوالي أسبوعين، خدنا أول 10 حروف من حروف الكاتاكانا، أتمنى إن الجميع يكون حفظها. راجعنا الأرقام والتحيات مراجعة سريعة، المفروض الناس تكون حافظة الأرقام. زكريا احنا مش جايين نهزر، زكريا زكريا بعد إذنك مش جايين نهزر. أوكي شكرا يا زكريا. فإيه تاني؟ اتعلمنا برضو، قلنا يبقى احنا راجعنا الأرقام والتحيات بشكل سريع المرة اللي فاتت والنهاردة، وبعد كده درسنا الأحرف الكاتاكانا. ثواني يا جماعة معلش. بس فدرسنا كلمات برضو، خدنا يعني كلمات الدرس التاني باتباعا للمنهج، باتباعا للمنهج. حاضر يا جسد 14، هحاول باتباعا للمنهج اللي هو المين نانوني هونجو اللي احنا بندرس عليه. ده اللي احنا عملناه المرة فاتت، بلس ان احنا درسنا القاعدتين تقريبا لو تفتكروا، كوري وسوري واري، لو تفتكروا القواعد دي عملناها وخدنا حتى عليها تستات اكسرسايزز كده بسيطة بحيث ان الناس تكون فهمت فعلا وطبقت ولا لا. انا لغاية دلوقتي طبعا يعني مش عارف اتابع الكل، بس يعني انا معرفش المستوى انتوا وصلتوا لفين او عملتوا لايه. انا بدي المحاضرة والمفروض ان انتوا بتذاكروها والكلام ده. النهارده هنكمل بس يعني هنراجع الكلمات مرة تانية، وبعد كده بعد ما نراجع الكلمات هندي الجرامر بتاع المرة اللي فاتت اللي هو ما كملناهوش، وبعد ما ندي الجرامر هنبقى خلصنا المحاضرة إن شاء الله النهارده. كده تمام. في سؤال قبل ما أخش في المحاضرة التانية يا جماعة، ولا هل في حد حاجة ذاكرها وما فهمهاش، ولا تحبوا أخش؟ طيب كله تمام يعني؟ طيب أوكي ماشي. انت شايفين البوردة؟ بس مبدئيا شايفين البوردة؟ شايفين ليسون 2 مكتوب ليسون 2 شايفينها؟ اوكي تمام تمام جدا تمام شكرا تمام. اوكي احنا عندنا الفوكابلري الكلمات، احنا قلنا اتعلمنا المرة اللي فاتت حاجة اسمها كوري، وبعدين حاجة اسمها سوري وأري. عرفنا الفرق بين كوري وسوري وأري. بعد كده خدنا كونو وسونو وأنو. بعد كده عندنا كلمة بوك، بوك يعني كتاب، هون هون تمام، ديكشنري قاموس، جيشو جيشو تمام، زاشي يعني مجازين، شيمبون يعني نيوز بيبر اللي هي ونون. بعد كده نوتو اللي هي بتتكتب بالكاتاكانا ومعناها نوت بوك خلاصة تقريبا. بعدين عندنا تيتشو، تيتشو معناها بوكيت نوت بوك اللي هو زي حاجة اللي هو مذكرة أو مفكرة كده بتبقى معاك كده على جنب تحطها في جيبك، ده اللي اسمه تيتشو. بعد كده ميشي، الميشي اللي هي البيزنس كارد، ميشي نسميها دي البيزنس كارد اللي هي البطاقة، بطاقة الأعمال بتاعتك لو عايز تديها لحد يعني. بعدين كادو، كادو يعني كارت، اي كارت بنسميه كادو.
بعد كده التليفون كادو. التليفون كادو يعني التليفون كارد اللي هو تليفون كارت تليفون. بعد كده عندنا ام بيتسو اللي هو بنسل قلم رصاص. ام بيتسو ام بيتسو، خلاص ناخد بالنا كويس، انا مش بقول ام بيتسو، لا انا بقول ام بيتسو بيتسو، تمام. بعدين في عندنا بورو بان، بورو بان، تمام. البول بان هو اللي هو القلم الجاف تقريبا. بعدين شابو، شابو بنسل، شابو بنسل اللي هو اللي بيبقى ميكانيكال بنسل، بس غالبا ما بيستخدمش. فانت هتقول بورو بين، او ممكن تقول بورو بين، او ممكن تقول امبيتس، هو هتبقى اقرب حاجة لاستخدامك ان شاء الله. دي الكلمات بالنسبة درس تاني. هنكمل برضو الكلمات. الكلمات عندنا مفتاح كاجي، بعدين توكي يعني ساعة، كاسا يعني مظلة، كابان يعني شنطة، كاسيتو تيب اللي هو تيب، كاس تيب، بس الحاجات دي قديمة جدا يعني. بعدين في تيبو ريكودا، تيبو ريكودا اللي هو ريكودر اللي بيسجل، اللي هو الريكودر اللي بيسجل يعني. بعدين تيربي، تيربي يعني تلفزيون، راجيو، راجيو يعني راديو، كاميرا يعني كاميرا، كمبيوتر، كمبيوتر يعني كمبيوتر، كمبيوتر يعني كمبيوتر. بعدين جيروشا يعني سيارة، في كروما يعني سيارة، وفي جيروشا يعني سيارة. زكريا قصدك على أنهي واحدة يا فندم؟ إذا كده تقدر تكتب. أنا يعني أوكي. بس بعد كده طبعا في، معلش ممسوح هنا الجزء ده، بس ديسك سكواي معناه سكواي، لو تكتبوها كده شوفوا هتكتبوها ازاي. سكواي ديسك اللي هو مكتب. صح يا جس، 52 مظبوط، مظبوط يا بسمة، مظبوط يا وليد. سكوير يعني مكتب. عندنا إيسو يعني تشير، يعني إيسو يعني تشير. بعدين عندنا شوكليت، رخمة شوية، شوكولاتو، شوكولاتو. عندنا بعد كده كافي يعني كوهي، تمام. بعد كده عندنا قهوة يعني كوهي، اوكي. بس يعني بالنسبة للكاتاكانا مالكوش دعوة بالكاتاكانا دلوقتي، بس على قد ما تقدر بس يعني استمع، ليس يعني مش مطلوب منك أكتر من إن أنت طيب أنا بس عايز أسأل على راندا هنا ولا إيه؟ راندا هنا؟ راندا دخلتي ولا؟ اوكي عنده موجودة، تمام. عشان بس انا شفت على على الفيسبوك. ثواني بس يا جماعة، ثواني. طيب لغاية هنا فاهمين ولا ايه؟ هو في زنة، مش عارف زنة جاية منين، في زنة. مش عارف جاية منين، بس انا عامة قافل الداونلود عندي، قافل كل حاجة، والمايك ده هو المايك اللي بستخدمه دايما، مفيش حاجة جديدة يعني. anyways
طيب ايه ديسكا سجيني كي ماسكا ناي طبعا لسه فاكرين ايه ديسكا ولا نسيتوها؟ طيب اوكي لسه فاكرين تمام. نروح للسلايد رقم 5. احنا اتعلمنا ان الانجليزي بيتقال عليها بالياباني ايجو ايجو، بعدين اليابانية بيقولوا عليها نيهونجو تمام. بعد كده عندنا جو، جو دي لما بتدخل على اي دولة بتدي اللغة، يعني انا عايز اقول اللغة الايطالية تمام اقول ايه ايطاليا جو، عايز اقول اللغة الاسبانية اقول سبينجو، عايز اقول اللغة البتنجانية اقول بتنجانجو تمام. يبقى اي حاجة اي لغة بقول الدولة تمام، بقول الدولة وبعد كده بحط الجو، زي لو تفتكروا عملنا كده مع ايه، عملنا كده مع ايه، عملنا كده برضو مع حاجة تانية بالظبط يا هندا جين. لما بقول دولة بدي الجنسية، عايز اقول مصر يبقى ايجيبتو، عايز اقول مصري هيبقى ايجيبتو جين، عايز اقول لبناني هقول عايز اقول لبنان هقول لبنان، عايز اقول عايز اقول لبنانية هتبقى، في حد لبناني هنا بالمناسبة؟ عايز اقول لبنانية هتبقى لبنان جين، عايز اقول السعودية سعودي عربيا، عايز اقول سعودي هتبقى سعودي عربيا، او ممكن نقول سعودي جين او سعودي عربيا جين تمام. ولا باب موكو حاضر المغرب برضه زي ما انت قلت يا وليد سعودي جين صح، سعودي جين يا وليد صح. عراق عراق جين، عايز اقول موروكو هتبقى موروكو، موروكو جين موروكو موروكو جين. يبقى كده بقول الجنسية تمام. عايز اقول اللغة موروكو جين الى حد كبير يعني ماشي شغال بس اوكي اوكي مش هنختلف في اللغة. عايز اقول اللغة المغربية، طبعا اللغة المغربية هي مفيش حاجة اسمها لغة مغربية، وفي اللهجة المغربية تمام، فدي حاجة نتعلمها بعدين يعني ايه تقول لهجة. بس لو عايز اقول لغة عربية هتبقى ايه يا جماعة؟ عايز اقول اللغة العربية هتبقى الدرجة يعني اوكي عربيا جو بالظبط يا مصطفى محمد، هتبقى عربيا جو يعني اللغة العربية. طيب بعد كده بنخش على الكلمة اللي بعدها تمام، هتبقى نان يعني وات يعني ايه، سو يعني سو دي سيبوها كده على جنب شوية. بعدين في تشيجايماس، تشيجايماس معناها لا غلط، تشيجايماس مش بقول شيجايماس بقول شيجايماس، تشيجايماس معناها لا غلط تمام مش كده. سو ديسك اللي هو فعلا انو هي حاجة زي عاملة يعني زي كده ويل مثلا بتعبر عن التردد، بس زي عندنا كده في العربي زي ما بقول ايه مثلا باجي بتكلم وبقول اصل ال عارفين انتوا المد بتاعنا ده بالظبط يا ديدا تشي جاي غلط، ديدا تشي تشي جاي ماس مش تشي تشي جاي ماس تمام. فزي المد عندنا كده في العربي اللي هو بنقول اللي هو مثلا انا عندي اصل بتاع ده اصل رحت انا امبارح اللي اسمه ايه ده فين المد ده، المد ده هو الانو بالياباني، ويمكن عايزكم تستخدموها كتير جدا لان دي هتبقى لازمه في عند التحدث باللغه اليابانيه، حاولوا انها تخلوها لازمه بتحلي نوع اللغه شويه بدل ما تبقى جافه، يعني اللغه بتبقى جافة جدا لما تستخدم كل الجمل كده زي ما هي، انا عايز اروح المدرسة بكرة، عايز انا دلوقتي عايز اعمل الحاجة الفلانية، لكن لما تضيف عليها اصل انا عايز اعمل اسمه ايه ده يعني
كون ان احنا نضيف لغة من ناس متعلمين اللغة اليابانية، نضيف لها حاجات في اللغة عندهم، هتبقى حاجة لذيذة جدا. حتى لما نتحدث مع واحد او لما نتكلم مع واحد بالياباني، هتبقى حاجة لذيذة جدا ان شاء الله. هتحسوها قدام. لا مفيش مسافة يا فندم. هو ده بقى، عشان كده بنكتب بالكانجي. عشان كده يا ديلا بنكتب بالكانجي. بس عامة يعني ايه، لو عايزة تحطي مسافة حطي، مش مشكلة يعني. طيب عندنا حاجة تانية اللي هي هونو كيموتشي داس. طبعا اتفضل يا زكريا، اتفضل يا فندم. كل اذان صغير، وهي ثانكس مش ثانكس. اتفضل. خلاص خلاص ما نصلحلوش، خلاص خليه يكتب يا بس مثلا. Will I have to learn the kanji hiragana and katakana. بالظبط بالظبط. انت محتاج تتعلم ايه؟ السؤال بقى فين السؤال؟ اوكي، انت عشان واحد ياباني في السنة الجاية، فانت لازم تتعلم ال3 حاجات دول. بالظبط. ما نحسدش الراجل، خليه. هاو كان اي دو ايه، هاو كان اوكي ولا حاجة، ذاكر، اعرف البيزكس وذاكر. خلاص ما طيب اوكي. ده ممكن. احنا عندنا في الصفحة اللي انت المفروض مش عارف مشترك فيها ولا لا، بس الصفحة دي فيها الحاجة اسمها فيديوز. اتفرج على الاول فيديوز بتاعتنا، هي اول 4 محاضرات تقريبا هتفيدك، بلس المحاضرات اللي في ملتقى الدارين برضو اتفرج عليها وتابعها. ان شاء الله هتروح هت هت يعني انا هبعت لك اللينك، هكتب لك اللينك هنا. أريغاتو عثمان سان، هاي أريغاتو جمباري ماس نيهونجو كريديس نيه عثمان سان. طبعا عثمان كتب لي بالياباني، فأنا بقول له ميرسي يا عثمان، أريغاتو. أوكي نكمل. طيب علشان ما نعطلش الناس، هتضطروني دايما، بتضطروني دايما الى استخدام القوة، دايما بتضطروني الى استخدام القوة. تمام، مش عايز استخدم، انا سايب لكم البتاع فري، ما تخلونيش اعمله ديسيبل. احنا ناس كبار، ناس محترمين. تمام، لما اقول اكمل اكمل. اوكي لو في سؤال ولا حاجة ممكن تسأل في النص، ما عنديش مشكلة. بس انا والله ما فيها حيلة ناهية النهاردة يعني. طيب نكمل. هونو كوموتشي، هونو كيموتشي ديس معناها اتس ناثينج، يعني اللي هو معناها لا ولا يهمك ولا حاجة، عيب عليك يعني. ده لما بتيجي تدي هدية لحد و اوكي الله يسلمك يا لولو، الله يسلمك. سي و دي لما بتيجي تدي حاجة لحد. تمام ماشي. لما بتيجي تدي حاجة لحد بتقول له يعني لما حد يديك حاجة فتقول له يعني لخبطوني والله، والله لخبطوني. لما بتيجي بتوضع على حد تقول له لا ده دي حاجة من عندي كده يعني، ده ولا حاجة عيب عليك يعني، حاجة زي كده اللي هي هونو كيموتشي ديس. بالمناسبة كيموتشي معناها فيلينج. تمام، احفظوا الكلمة دي كويس جدا. كيموتشي معناها فيلينج او مشاعر او احاسيس. تمام، دايما في جملة كده في الياباني تركيبة بتعبر عن احاسيسك، اللي هو لما انت تبقى متضايق او لما انت تبقى كويس.
فلو عايز اقول ان انا مبسوط هقول كيموتسي جا ايدس. يا ريت حد يكتبها لي، كيموتسي جا ايدس، يعني انا مبسوط. كي موتسي جا ايدس. برافو يا وليد. رندا صح، مصطفى صح، غلط يا زكريا في الضياع. زكريا في الضياع، معلش يا زكريا، انا ناقد شديد جدا. بسمة، احنا قلنا كي موتسي جا ايدس. برافو يا بسمة، بس افصلي الجا عن الكيموتسي. تمام. برضو زينب صح، لكن طبعا غلط في الاخر. ايدس لا، ايدس، اي دبل اي. تمام، يبقى كيموتشي ديدا، كيموتشي جا ايدس. اوكي تمام، بس افصلي الجا عن الكيموتشي. ملاحظة شديدة الأهمية ولازم تاخدوا بالكم فيها كويس جدا وانت بتكتب ياباني الكلام ده. يا ريت اللي عنده نوتة، اللي عنده كراسة ولا حاجة وبيكتب، يا ريت يكتب الكلام ده دلوقتي علشان ما ينساش الكلمة دي، لأن دي أول حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها لما بكتب. شايفين معايا هنا، شايفين معايا هنا في البورده بشاور على ايه؟ انا دلوقتي بشاور على حاجه. يا ترى ايه اللي بشاور عليها دي؟ دايره. الدايره دي لازم تتعمل في الياباني، خدوا بالكو، دي الفول ستوب بتاعتي. تمام، احنا بنسميها مارو. تمام، المارو دي لازم اعملها، دي في الياباني زي الفول ستوب كده عندي في العربي او في الانجليش، لازم تتعمل. فعلشان اضمن ان انت تتعود، ارجو ان انت تحط فول ستوب لما تكتب اي كلمه، ان شاء الله لو كلمه واحده. يعني لو انت هتكتب لي في الشات عشان ما هذا، معلش لو انت ناوي تكتب لي في الشات، يا ريت تحط دايما دوت، تتعود تعودا ان انت لما تيجي تكتب، حتى لما تيجي تكتب بايدك هتلاقي العملية تعود، هتلاقي نفسك اتعودت. طيب احنا قلنا كيموتشي جا ايدس معناها انا مبسوط، انا كويس، يعني شفت حاجة كيموتشي جا اي، يعني انا مبسوط. هي في الطبيعي في الجملة، هي في الطبيعي في الجملة، بس هما بيحطها، تلاحظ حتى محطوطة هنا في الكلام، حتى في كلمة الواحدة محطوطة بعدها، بس يعني تمام. يبقى كيموتشي جا ايدس. ايوه يا وليد، وليد على فكره من الطلاب الممتازين، فعشان كده انا يعني سؤال جميل جدا من الوليد. قال لك في سامعين دلوقتي ولا دي ده مش سامع؟ سامعين؟ اوكي. طيب هو سؤال مهم جدا من وليد، قال لك ليه ما قلناش كيموتشي وا ايدس وكيموتشي جا، وليه قلنا كيموتشي جا ايدس؟ اولا القاعده بتقول ان اي، يعني لما اقول على حاجه اي لازم احط قبلها جا، دي القاعده بتاعتي، لان انا بدي صفه، انا بدي ان الاحاسيس بتاعتي مبسوط، ان الاحاسيس بتاعتي كويسه، بديها صفه. دي حاجة. الحاجة التانية، لو أنا قلت كيموتشي وا إيدس لازم بتبقى في وقت معين بشكل معين. يعني لما بتكلم في الطبيعي، لما بتكلم في الطبيعي في حاجة بقول كيموتشي وا إيدس خلاص. لما حد يركز لك على حاجة، يعني يقول لك ها طب أنت دلوقتي إيه الفيلينجز بتاعتك، لا هو ركز لك على الفيلينجز فقال لك كيموتشي وا دو، فتقول له كيموتشي وا إيدس. بس لو في جملة عادية كيموتشي جا ايدس، صعب جدا التمييز بين الفرقين. نعيد تاني، الفرق بين كيموتشي وا ايدس وكيموتشي جا ايدس، ان انا كيموتشي جا ايدس لما بتكلم عادي في اي سبجكت من غير ما احط، من غير ما اركز على مشاعري دي. دايما الوا لما بتيجي بتدخل على حاجة بتركز لي عليها خلاص. ف الصوت وحش، الصوت وحش. اوكي طيب رجع تاني. طيب اوكي نعيد تاني. طيب يبقى كيموتشي وا ايدس وكيموتشي جا ايدس، ايه الفرق بينهم؟ كيموتشي وا ايدس لما بتكلم في
انا عايز اركز على الوا. على فكرة دي سنس يا جماعة اكتر ما هي قاعدة. يجب ان تتعلم شيئا في اللغة اليابانية او في كل لغة، وانا متأكد ان في كل لغة فيها حاجات ملهاش قواعد. تمام، زي كده تعالى كده في مصر كده، يعني في مصر كده مثلا كلمة بقى، يعني مين ايه مين عارف كلمة بقى؟ يعني اللي هو استخدام كلمة بقى بالنسبة للغريب، بالنسبة للشخص اللي هو الأجنبي اللي بيدرس لغة عربية، هيلاقي وبيجي بيدرس العامية هيلاقي إن كلمة بقى دي ملهاش أي معنى. إيه بقى دي؟ ولما وممكن لما يجي يستخدمها يخطئ استخدامها. فأنت حتى بتشرح له بتقول له بص، أنت بقى دي ممكن تحطها في كذا وكذا، وممكن لما تبقى متعصب تحطها في كذا وكذا، هي ليها مواقف. نفس الكلام في اللغة اليابانية، ونفس الكلام وأنا متأكد نفس الكلام في اللغات التانية. كل لغة ليها مميزاتها، كل لغة ليها يعني حاجات كده ما تتعملش غير بالإحساس، يعني ما يبقاش في حاجة إنها تتحس. خلاص، ودي بالممارسة، وهتلاقي لوحدك ومن غير ما تذاكر ومن غير أي حاجة. بس كلم، يعني أتمنى الأخ زكريا إن شاء الله لما يروح اليابان ويتمارس اللغة اليابانية، لأن هو بيقول كلام بيطلع كده لوحده، وهو مش ولما يسمع كتير، كل ما يسمع كتير كل ما يسمع كتير كل ما يخزن اكتر في دماغه، فبالتالي هيحفظ المواقف، هتبقى كمان تمام. فبالتالي مش شرط يا وليد، مش شرط. اصل الياباني، بص الياباني يعني مليان حاجات، مليان استثناءات، ومليان حاجات تخمك كتير، حاجات تضحك عليك. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس، ان مش قاعدة، مش دايما ان في قاعدة. انا لما اقول لك دي قاعدة احفظها، تمام. طيب، طب احنا حفظنا كلمة كيموتشيغا، اي كيموتشيغا ايدس، كيموتشيغا ايدس الاستخدام الاكتر، الاستخدام الاكتر جا. طيب اتعلمنا كيموتشيغا ايدس، طب عايزين نقول انا مش كويس، او انا متضايق، او انا يعني حاسس كده مغافين شوية، عارفين بنقول ايه بقى؟ ايه العكس؟ هتبقى ايه؟ كيموتشي جا ايه؟ يعني باي ذا واي هضحكوا على حاجة، اقول لكم حاجة تضحكوا شوية بالنسبة لليابانيين. شكرا. بالظبط يا رندا، كيموتشي جا ورويدس. طبعا وليد في الضياع، كيموتشي جا انجناي، ايه اللي دخل انجناي في الموضوع؟ بابو يعني، طبعا وليد في الضياع تام. طيب امتى بيستخدموا الكلمة دي يا رندا، او الجملة دي امتى بيستخدموها؟ هديكي معلومة لذيذة جدا. تمام، انت عارفة ان لما يجي حد ياباني بيشوفنا احنا المصريين، لما نيجي نبوس بعض عادي، ولاد بيبوسوا يعني عادي، بتسلمي على واحد صاحبك يعني بتبوسوا بعض، تمام. ده عندنا حاجة عادية جدا، دي عندنا بالظبط بالنسبة لهم كيموتشي واروي، بالنسبة لليابانيين كيموتشي واروي دس. طب انا عايز اقول لك يا وليد حاجة، بما انك في السعودية، وحاجة بالنسبة للمصريين كيموتشي واروي، عارفين ايه هو بالنسبة للسلام؟ السلام في السعودية تقريبا، أنا مش عارف، بس أنا اللي أعرفه السلام في الإمارات، السلام في السعودية واحد تقريبا، دول الخليج بتسلم بنفس السلام ده. بيسلموا بالإيه يا وليد؟ قول لي كده. الكبار لما بيجوا يسلموا على بعض، بالظبط بيسلموا بالنوز، تمام. كتير جدا بيسلموا بالأنف، تمام. ده بالنسبة للمصريين، أو مصريين طبقة كتيرة جدا مصريين شموتشواري. أنا عايز أقول لك، انا عايز اقول لك ان ده بالنسبة للمصريين في منتهى، يعني كيموتشي وروي، كيموتشي فعلا وروي. فدي حاجة يبقى نزع، عشان مش متعود على كده. هو شايف ان انت لما تيجي تسلم بالخشم، انت احنا بنقول عليها بالخشم صح، لما تيجي تسلم بالخشم، تمام. بالنسبة للمصري، أو بالنسبة للإنسان المصري، إن أنت بتقرب شفتك بشفة اللي قدامك، فده يعتبر حاجة مش كويسة.
بالنسبة للياباني، المصري لما يسلم على واحد تاني يبوسه، اللي هو يا نهار اسود انتوا ايه اللي بتعملوه ده، انتوا ليه كده؟ احنا عندنا ما فيش اصلا، يعني احنا عندنا اخك سلام، اخك سلام، ما بيحبوش التاتش قوي يعني. فهي دي الفكرة كلها، ان بتختلف. اليابانيين بيهزوا راسهم لبعض، ما فيش اللي انتوا بتشوفوه في التلفزيون ان هو يوطي يحط ايده كده وسط عند كده ويسلم كده، لا الياباني بيسلم بيوطي راسه. وفي يابانيين كتير لما بتيجي مصر بتسلم بالايد، ده نظرا لان هي بتقبل ثقافة التسليم بالايد. في لكن الحقيقي وخدوها مني الثقة ان اليابانيين ينحنوا فقط ليس الا، خلاص نادر جدا لما تلاقي واحد ياباني بيضم ايديه ويعمل كده. طبعا ده المفهوم الخطأ عندنا في الدول العربية، ان احنا فاكرين ان واحد يقول لك على طول اول ما حد ياباني مثلا يقول لي انت بتتكلم هنا، اقول له يقول لي يا ماها، ويروح عامل ايديه كده. طبعا الكلام ده غلط يعني، الكلام ده كله فاتي. ف اوكي تمام كده، يبقى فهمنا الكيموتشي ايدس وكيموتشي واروي، ماشي. طيب عندنا بعد كده دومو، دومو يعني شكرا، بعدين دومو اريغاتو جوزايمس، دي ثانك يو فيري ماتش. في ممكن استخدم دومو بس، ممكن استخدم اريغاتو بس، ممكن اقول دومو اريغاتو، ممكن اقول دومو اريغاتو جوزايمس، عندنا كذا استخدام. خلاص انا نسيت، معلش سقطت كلمة. دوزو، دوزو يعني اتفضل، دوزو يعني اتفضل، تمام. بعد كده في الكايوا، هنا الكايوا اللي هي الكونفرزيشن، المحادثة، عندنا حاجة كوريكارا اوسيوا نينا ريماس، يعني كوريكارا اوسيوا نينا ريماس يعني اتمنى تعاونك معايا، اتمنى ان انت تاخد بالك مني او مساعدتك الفترة اللي جاية، هو من الان فصاعدا. بعدين كوتشيرا كوسو يوروشكو، يعني انا مبسوط برضو، بليز تو ميت يو، يعني انا مبسوط برضو ان انا اتقابلت معاك. اللي هي ايه يا فندم؟ مصطفى محمد كوريكارا، اه كوريكارا وسوا نينا ريماس، دي بقولها لما بقابل حد لاول مره وانا رايح عنده، او انا رايح مثلا مكان جديد فقابلت واحد ف اللي هو اتعرف عليا، فبقول له كوري كارا اوسيوا ني نايماس، يعني خد بالك مني، يعني فاهم، خد بالك مني كده يعني. وبعدين الجمله دي دايما بتتقال حتى في الايميلات، اوسيوا ني نايماس يعني شكرا على اهتمامك، او ان انت يعني دايما، ده نوع من التحيه، مش شرط انها تحمل معنى عندنا، ولكن نوع من التحيه بتتحط زي مثلا عندنا في اللغه اليابانيه. اتكلمت مع يابانيين كتير جدا في الموضوع ده، ان انت لما بتخلص شغل في كلمة كده بنقولها تسكاري سما، الكلمة دي بنقول عليها تسكاري، اكتبها لكم تسكاري سما، تمام. تسكاري سما ولا يهمك يا جمال، اهلا بيكم. تسكاري سما حد يقول لي معناها ايه؟ دايما كده حتى تسمعوها في الافلام، تسكاري سما ديشتا، تسكاري سما، فيها ليها كذا استخدام. حد يقول لي معناها ايه؟ طيب ممكن اصعقكم رام، ده يمكن اقرب معنى بس ما فيهاش شكرا، لا هي ما فيهاش شكر، هو ما بيشكرش، الياباني لا يشكر في هذه الجملة، انتوا عارفين ان هو ما بيشكرش في الجملة دي، ويعني سألت فيها ناس يابانيين كتير جدا ما بتديش معنى شكر، واسألوا وعن ثقة ما بتديش معنى شكر، هي مش معناها شكرا، هي تعبتك معايا مش معناها انا بشكرك، يعني ما ينفعش حتى اقولها شكرا لتعبك، هو احنا بنترجمها شكرا لتعبك بس. بس الياباني لا يقصد هذا المعنى، بدليل، بدليل ان انا بعد الميتنج ممكن اقولها، ممكن وانا ما اروح اقولها، ويعني اقولها لمديري خلاص، ومديري ما عملليش اي حاجه النهارده، او انا ما عملتلوش اي حاجه، فبقول له تسكاسما، هي نوع من التحيه يعني. ما ينفعش مثلا انا لو في شغل خلاص، ما عندناش احنا يعني عندنا زي كده السلام عليكم، مش احنا عندنا القاء التحيه،
فالناس حتى تستغرب اليابانيين مثلا او اي حد اجنبي يقول لك انتوا السلام السلام عليكم في اي حته، انت تدخل مش عارف تقابل ناس انت ما تعرفهمش تقول لهم السلام عليكم، انت تعمل ايه تقول لهم السلام عليكم؟ انا برد عليهم من زي السلام عندكم. فبالظبط هي نفس الفكره، هي نوع من التحيه ولكن لا تعني معنى اللي هو ثانك يو او شكرا لتعبك او يعني من الاخر ممكن كده صحه تعبك، يعني زي ما بيقولوا عند في الدول دول المغرب الشقيق بيقولوا صحة يعني، تمام صحة اللي هو يعني ربنا معاك، تمام. طيب هنخش على الجمل، مش مقصود منها التواضع يا وليد بصراحة، هي نوع من التحية يعني. انتوا مش شايفين؟ طيب مش شايفين ولا ايه؟ شايفين؟ طيب شايفين ايه دلوقتي؟ طيب مي ماسكا مين نسا ماشي رو ميرشتو ايماس ميناشتو مو ايماس نه. في ناس شايفة في ناس مش شايفة. اوكي حاضر هعمل لها ريلود. طيب عقبال ما اعمل لها ريلود يا جماعه تقدروا تروحوا تصلوا بريك 10 دقائق. 10 دقائق بريك يعني ايه بالياباني؟ حد عارف يعني ايه بريك بالياباني ولا لا؟ بريك بالياباني يعني ايه؟ بريك علمتها لكم قبل كده؟ لا مش ياسومي وكاري مساء وليد سان وكاري ناي نه. بريك بالياباني يعني كيو كي كيو كي. لما احب اقول لكم يلا ناخد بريك اقول لكم ايه؟ كيو كي شيماشوكا، يعني يلا ناخد بريك كيو كي شيماشوكا، كيو كي يعني بريك، تمام. كاكي ماستا مصطفى محمد بيقول لي كايتي كوداساي برافو، كايتي كوداساي بيقول لي اكتب، فانا بقول له كاكي ماستا كتبتها. ايوه يا وليد. اوكي يا جماعه ناخد بريك، هي المفروض ان ال ماستا ده ماضي. ماستا ده ماضي. かきません でした. اوكي طيب بريك 10 دقايق وهنرجع تاني ان شاء الله. انا هقفل الصوت عشان ما حدش يقول حاجه، الشات فتحه لكم لو بتحبوا تتكلموا مع بعض تكلموا، لو لقيت في حاجه خارجه ولا حاجه هقفل الشات. شكرا 10 دقايق بالظبط وهرجع تاني. عودنا مرة ثانية. شكرا يا وليد عادل على المسج، ان شاء الله يا رب تستفيد. دايما. طيب احنا شرحنا المرة اللي فاتت القواعد، خدنا قاعدة كده اللي هي كوريو سوريو اري، حد يا ترى يفتكر احنا كنا بنتكلم على ايه؟ كوري وسوري وقري دي معناها ايه؟ جيت 91 يا ريت تغير اسمك بس اتفضل اسأل السؤال. للإشارة بالظبط، للإشارة يا وليد. كوري معناها هذا وسوري معناها هذا برضو وقري برضو ذاك أو تلك، ولكن كل واحد بيتميز بحاجة، إن في حاجة للقري في حاجة للقريب اللي عندك وفي حاجة للبعيد اللي هو عندي بعيد عني وعندك. يبقى انا لو عايز اقول ان ده
قاموس هقول ان ده قاموس هقولها ازاي. سوريوا جيشوديس. طيب ينفع اقول، ينفع اقول كوريوا احمد، او كوريوا مثلا وليد ساندس؟ ينفع اقول كوريوا وليد ساندس؟ ينفع اقولها ولا ما ينفعش اقولها؟ ينفع اقول كوريوا وريدو سان ديس؟ بالظبط يا زينب، اشارة للاشياء مش الاشخاص. ينفع تدرس ياباني ولا ندرس ياباني؟ طيب هو صعب بس ينفع تدرسه. يبقى كوري وسوري وقريب يستخدموا للاشياء وليس الاشخاص، لكن كونو سونو انو بيستخدموا للاشخاص. ينفع؟ تمام. طيب اللي انا عايز اقوله برضه حاجه تانية، ان كوريوا كوري بيجي بعدها على طول و، لكن كونو سونو انو بيجي على طول لزق، على طول بيلزق فيها ناون، اسم على طول بيلزق فيها ناون. لا كاري دي حاجه تانية، كاري يعني هو، كاريري حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالثلاث حاجات دول. فاحنا عندنا قلنا ماشي، يبقى عندنا كوري وسوري وأري. ايه استخدامات كوري وسوري وأري؟ ان احنا قلنا كوري لما بتكلم على حاجة عندي خلاص، حاجة قريبة مني، بقول كوري وا. تمام. عايز اقول ان الـ دي مية، اقول كوري وا ميزو ديس. عايز اقول دي ماي كوري وا ميزو ديس. خلاص. لكن لو عايز اطول الجملة شوية، عايز اقول المية دي بتاعتي، هقولها ازاي؟ في طريقتين ممكن اقول المية دي بتاعتي، بالطريقتين ازاي اقولها؟ بالطريقتين، باللي هو كوري، باستخدام كوري وباستخدام كونو. كونو ميزو وا واتاشي نو ديس. برافو برافو يا بسمة. كوري وا واتاشي نو ميزو ديس. ميزو، ميزو يا راندا مش ميسو. اللي انت قلتيها دي غلطتي، هقولها ازاي؟ في طريقتين ممكن اقول الماية دي بتاعتي، بالطريقتين ازاي اقولها؟ بالطريقتين، باللي هو كوري، باستخدام كوري وباستخدام كونو. كونو ميزو واتاشي نو ديس. برافو برافو يا بسمة. كوري وا واتاشي نو ميزو ديس. ميزو، ميزو يا راندا مش ميسو. اللي انت قلتيها دي غلطتي، يعني اللي انت قلتيها دي غلطتي. يعني ميسو، ميسو بالياباني يعني غلطة، ميزو يعني مية. فبالتالي الاتنين صح، اللي قالته بسمة صح، كونو ميزو واتاشي نو ديس. ما قالتش واتاشي نو ميزو ديس ليه تاني؟ علشان هي عرفت ميزو في الاول عندي، فعلشان كده كتبتها، ما مش لازم تكتبها تاني، وادت الملكية بالنو، ادت الملكية بالنو لنفسها. جت عندنا راندا قالت كوريوا واتاشي نو ميزو ديس، برضو صح، علشان هي قالت دي المايه بتاعتي خلاص، مش المايه دي بتاعتي. الفرق ركزت الاول، قالت دي المايه بتاعتي، هذه الماء، يعني زجاجة الماء خاصتي مثلا خلاص. والجملة التانية اللي هي زجاجة الماء هذه خاصتي، ده الفرق بس بينها بين وبين بتاع بينها وبين ده الفرق بين كوري وكونو. كوري وا واتاشي نو ميزو ديس. برافو يا زينب صح. اوكي طيب، لو حاجة بعيدة عني وعنك، وعايز اقول ان البيلدينج اللي هناك، ان المبنى اللي هناك ده مبنى الحكومة، تمام،
مبنى الحكومة. إذا علمت أن مبنى يعني تاتيمونو والحكومة يعني سيفل، فلو عايز أقول إن المبنى اللي هناك ده، أنا واحد واقف مع وليد أهو واقفين بعيد عن المبنى، وعايز أقول إن المبنى اللي هناك ده مبنى الحكومة، تمام؟ أقولها إزاي مع العلم إن مبنى بالياباني معناها تاتيمونو والحكومة معناها سيفل؟ يا ترى هنقولها إزاي؟ نجرب كده، الناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ هنشوف دماغها قلبت ياباني ولا لسه. سيفل يا وليد، سيفل مش سيفل، سيفل. بس ماشي، انو تاتيمون هو سيف ونودس، صح. اري تاتيمون هو سيف ونودس، غلط يا مصطفى. انو تاتيمون هو سيف ونودس، برافو يا رندا. سروا تاتيمون سيف، سيف سيف يعني محفظة زينب على فكرة، سيف يعني حكومة، سيف يعني محفظة، غلط. أريتا تيمونو وسيف نودس، غلط غلط يا بسمة. أريوا تاتيمونو نوسيف ديس، غلط غلط يا صاحب مكان مش جست، غلط. مش فاهمين ليه؟ تمام، نطلع كده الغلط لكل واحد. ايه، محدش يكتب، هعمل ديسيب، نطلع لكل واحد الغلط ايه. طيب وليد كتب انو تاتيمونو و سيف نودس، برافو يا وليد، بس نسيت حاجتين، في حاجتين غلط او في 3 حاجات غلط. تمام، الحاجة الأولانية الوا المفروض تكتبها اتش اي عشان تتعود، تمام، اتش اي ما تكتبهاش وا كده، بس لو كتبتها كده مش تعتبر صح، ولكن اكتبها اتش اي. سيفو اس اي اي اف يو مش اس اي اي، تمام. نودس نودس صح، لكن نسيت الفول ستوب، هو ده اللي بتكلم عليه، معظم الناس نسيت الفول ستوب اللي هي المارو، اكني بعتبرها المارو اللي هي بدايه، ما ننساش الكلام ده مهم جدا. اوكي طيب، نيجي لراندا. راندا قالت انوتا تيمون هو سيف نودس، يمكن راندا اقرب واحده برضو صح زيها زي وليد، ولكن برضو استخدمت الوا، نحط برضو اتش اي راندا، واستخدامها لسيفو كان صح، نسيت برضو الفول ستوب، وده حاجة هايلة. مصطفى محمد قال لك اري تاتيمونو و سيفو نودس. طيب تعالى كده نرجع يا محمد هنا، نبص كده للقاعدة عندنا بتقول ايه. القاعدة عندنا بتقول لي كوري وسوري واري بتاخد بعدها وا، وقلتها واكدت عليها، تمام، لكن كونو سونو انو بياخدوا بعدهم ناون على طول. هل ده معناه ان انو بتاخد بعدها وا؟ لا طبعا ما بتاخدش وا. هل ده معناه ان كوري وسوري واري بياخدوا بعدها ناون على طول، بيدخل عليهم اسم على طول؟ لا طبعا. فبالتالي اريتا تيمونو ده غلط، المفروض تقول انوتا تيمونو وا سيفو نودس، تمام. زينب قالت سوريوا غلط اصلا، ليه استخدمت سوري؟ لان انا قلت لك يا زينب حاجه بعيده عني وعنك، بعيده خالص عني وعنك، وبشاور عليها بقول المبنى اللي هناك ده، تمام، مبنى الحكومه، ماشي. فبالتالي انت قلتي سوري اكني بتكلم، يعني اكني بشرح لك، يعني اكني بتكلم عن قرب معاكي، وده غلط، اكن المبنى ده جنبك وانا بقول لك ان المبنى اللي جنبك ده، غلط طبعا. بس ما جت اري تاتيمونو وقعت نفس الغلط، نفس الغلط ان هي استخدمت اري، وده غلط ان انا استخدم اري يا بس. صاحب مكان اري و تاتيمونو نوسيفو ديس، هو استخدم الاري و صح، ولكن تاتيمونو نوسيفو ديس معناها حكومة المبنى مش مبنى الحكومة. اللي انت قلتها يا صاحب مكان معناها حكومة المبنى مش مبنى الحكومة. فهمت الفرق؟ تاتيمونو سيف وتاتيمونو ديس يعني معناه مبنى الحكومة، اقلبها كده، مبنى الحكومة من اليمين للشمال باليمين، مبنى الحكومة. لكن لو قلت سيف وتاتيمونو
تعتمون ونسيفه هتبقى حكومة المبنى، حكومة المبنى، تمام؟ فهمنا كده؟ وصلت؟ هنغلط فيها تاني. احنا غلطنا فيها المرة اللي فاتت برضو، وبرضو حذرت من الموضوع ده، وبرضو غلطتوا فيها المرة دي. لغاية امتى هتفضلوا تغلطوا؟ هقول لكم واحدة تانية. حاضر حاضر والله، هقول لكم واحدة تانية. ايوه يا هين، ايوه يا فندم. ممكن اقول الصح بتاعها. اوكي، هقول الصح بتاعها. هي المفروض تقول سنسية يا وليد، ما انا عارف، بس ما تضحكش على حد، هديك بلوك يا وليد. الصح بتاعها ايه؟ ان انا لو عايز اقول ان المبنى ده مبنى الحكومة هقولها انو، عندي طريقتين خلاص، انو تاتيمونو وا سيفونو تاتيمونو ديس، او انو تاتيمونو وا سيفونو ديس. خلاص، ممكن اقول حاجة تانية، اريوا سيفونو تاتيمونو ديس، تمام؟ اريوا سيفونو تاتيمونو ديس. تمام كده، مش عارف، حاسس ان انا عارفك يا عين، انت اللي ببالي ولا ايه؟ شكلك اللي ببالي، هو هي شكلها اللي ببالي. انت كل مرة تغيري اسمك. اوكي طيب، ندي مثال تاني. ندي مثال تاني. عايز اقول انا بتكلم مع وليد واقف قدامي، وليد جنبه محفظة، فعايز اقول له المحفظة دي بتاعتك يا وليد. مع العلم ان محفظة بالياباني معناها سيف. انا اللي بقول لوليد، وليد قاعد قدامي والمحفظة بتاعته جنب، والمحفظة جنبه، فعايز اسأله المحفظة دي بتاعتك يا وليد. صاحب مكان، برافو. صح، بس ماشي، اكتبه انا هصحح الغلطات. ماشي، طيب خلصته. طيب نعمل ديسيبل كده ونشوف. صاحب مكان قال لك سونو سايف و انا تنو ديسكا. صح، تمام. طيب صاحب مكان، بس نسيت انت الفول ستوب ونسيت الكي اي. سونو صايف و انا تانو ديس. لا، بسمة، انا بسأل يا بسمة، مش بثبت، انا بسأل، يبقى لازم تحط الكا. وليد سونو صايف و وليدو نو ديس كا. برافو يا وليد، برافو يا وليد. وليد عمل حاجة، طبعا محتاج يحط بس كلمة سان، بس وليد عمل حاجة كويسة جدا ان هو حط الاسم بتاعه. ليه؟ عشان انا عارف اسم وليد. ما استخدمش الاناتا، هو انتوا استخدمتوا الاناتا، هو مش غلط، بس انا قلت مليون مرة قبل كده، اتكلمت في الموضوع ده كتير، قلت لكم يا جماعة لما تعرف اسم الشخص اللي قدامك يا ريت تستخدمه، ما تستخدمش اناتا، حاول ان انت تتفاداها.
تمام؟ حاول ان انت تتفادى. احنا قلنا الموضوع ده قبل كده. رندا سونو سايف، ماشي، وبعدين عدلتها سونو سايف، وقلت برضو حطي اتش اي، بلاش تكتبي دبليو اي، ووريد نو ديسكا، ماشي برضو يا رندا، برافو. تمام لغاية هنا بيس ايدس كامين نسا وغاري ماشتاكا. طيب يبقى يعني لغاية هنا تمام جدا. هندخل في الحاجة اللي بعد كده. شايفين ال جاتسجيني ايكيماس، تسجي ني ايكيماس، يعني هروح للي بعده. شايفين البودة ولا ايه النظام؟ اوكي شايفين البودة. عندنا حد يعرف كده يقراها؟ ايه القاعدة؟ القاعدة رقم 3 اللي حافظ يراجعها هيعرف يقراها لي. كاتبين ايه؟ القاعدة رقم 3 كاتبين هنا دول، حد يقراها كده؟ سو دس، ليه بسمع سو دس؟ ايوه سهلة يا لولو. طب قولي يا لولو. رندا مصطفى سودس، صح رندا صح. الفول ستوب، يا ريت ما ننساش الفول ستوب. طب التانية سو جاري مثلا، سو جاري مثلا، يبقى سودس وسو جاري مثلا. يعني ايه سودس وسو جاري مثلا؟ سودس يعني نعم انه كذلك. سو جاري ماسين بتيجي مع النفي، لان سو جاري ماسين دي لا ليس كذلك، ودي بتيجي مع النفي لما بنفي حاجة. بمعنى لو انا عايز اقول ان دي مية، فواحد يقول لي ايوة دي مية، عايز يرد عليا يقول لي ايوة دي مية، فبقول له مثلا ايه سوري وا ميزو ديسكا، سوري وا ميزو ديسكا. فبدل ما يقول لي هاي كوري وا ميزو ديس، عايز يعني بدل ما يقول لي هاي كوري وا ميزو ديس، بدل ما يقول لي دي مية، فيقول لي هاي سو ديس، ايوة دي مية، ايوة صح كده، او نعم معاك حق. خلاص هاي سو ديس. تمام، بنستخدم هاي سودس دي كتير جدا، هاي سودس. طب انا عايز انفي، اقول له ايه سو جاري مثلا، ايه سو جاري مثلا. او ممكن نستخدم حاجة تانية بدل ال سو جاري مثلا دي، ممكن نستخدم اللي هي ايه تش جاي مس. صح برضو يا صاحب مكان، مش جست دواري مثلا، صح برضو. عايز بقى حاجة أصيع، ممكن تقول سو ديناي. يعني لو حاجة أصيع بقى، يعني حاجة مستوى أعلى بكتير، سو ديناي. تمام، بس يعني خلينا إيه ن ن ن يعني خلينا كده إيه بالراحة، خفيف خفيف. يبقى أنا عندي ممكن أقول سو جاري مثلا، أو ممكن أقول إيتش جايمس. خلاص دي بالنسبة للقاعدة هنا، ده اللي مكتوب هنا. مثلا بيقول لك سوري وا تاليهون كادو ديسكا، فقال له هاي سو ديس. بعد كده رقم 6، المثال رقم 6 بيقول سوري وا تاليهون كادو ديسكا، قال له إيه سو جاري مثلا. تمام، فبرضو انت ممكن تستخدم تش جايمس بدل سو جاري مثلا، تدي المعنى برضو نفسه، فبتقول سوري وا تاليهون كادو ديسكا، يقول له إيه تش جايمس.
いいえ、違います。تمام؟ طيب، مو اتش دو، دو غلط يا وليد، مو اتش دو، مش مو اتش دو، مو اتش دو. طيب، نعيد تاني. لما حد بيسألني سؤال، عامة بيسألني سؤال، بيقول لي أنا مثلا، واحد بيقول لي أنا توجاك سيدسكا، فأنا عايز ممكن أجاوب عليه أقول له لأ أنا مش جاكسي، أو ممكن أقول له أه معاك حق، أيوه أنا جاكسي، جاكسي يعني طالب، أيوه أنا طالب. فأقول له إيه؟ لو واحد قال لي أنا توجاك سيدسكا، فممكن أقول له هاي واتاشي وجاك سيدس، أو ممكن أقول له هاي سودس، او ممكن ارد عليه اقول له هاي سوز، او ممكن اقول ارد عليه واقول له ايه واتاشي وا جاكسي جاري مثلا، اقول له ايه سو جاري مثلا، او ممكن اقول له ايه تشيغاي ماس واتاشي وا سينسي ديس، واتاشي وا شاكاي جين ديس. شاكاي جين بالمناسبة معناها هو الشخص الذي تخرج الى المجتمع وانتهى من دراسته، مش شرط ان هو بيعمل بس انتهى من دراسته، ده بيسموه شاكاي جين، شخص مجتمعي يعني بقى خلاص واحد من ابناء المجتمع. شاكاي جين، شاكاي يعني مجتمع، شاكاي جين هو شخص في المجتمع، لا مش خارج، ما تديش معنى خارج. شاكاي جين الى حد كبير، حاضر هكتبها لكم، حاضر. عايزين بس نعرف ممكن تكتبها دي يبقى بالياباني كايتي كوداساي، شاكاي جين. طيب مصطفى محمود قال لي، مصطفى محمود هنا كتب ممكن تكتبها لو سمحت، فممكن تكتبها لو سمحت دي بالياباني اقولها ازاي؟ مصطفى محمد، اوكي. لا هي كل اللي انتوا قلتوه صح، يعني هو خايته كده صح. اكتب ايه؟ هو خدوا بالكوا، محمد مصطفى قال لي ممكن تكتب ها، ممكن تكتبها ها، دي ازاي احولها ياباني؟ قربت يا وليد. لا مين قرب؟ طيب مين هيحاول فيها؟ بسمة قربتي بس غلط. وليد يعني مش ده اللي انا قصده، بس هو قريب من اللي انت بتقوله. يا جماعه ده احنا لسه واخدينها من ثواني، من ثواني واخدين القاعده، من ثواني، من 5 دقايق فاتوا. ها غلط غلط يا هين، رشا قربت قربت شوية يا رشا. وليد استسلم. أولا مصطفى محمد قال لك، مصطفى محمد قال تكتبها، الهاء دي بتعود على حاجة في الياباني، نفس الكلام في الياباني بالظبط، نفس الكلام. أولا الناس كلها بتستخدم
صنو كتبه صنو كتبه صنو كتبه. طب افرض انا مش عايز صنو كتبه، انا ما... هو قال تكتبها، هو ما قالش تكتب الكلمه، هو قال تكتبها. يا رب نقرب، يا رب نقرب. غلب حماركو، خلاص استسلمتوا بالسهولة دي كده؟ غلط يا باشا. يا جماعة والله العظيم سهلة، ده احنا لسه واخدينها. صاحب مكان على فكرة انت برضو قريب، بس برضو لسه لسه شوية. يعني اخترتوا كوري واري، سايبين سوري ليه؟ يعني انا عايز اعرف ليه سايبين سوري، انا عايز اعرف. مفيش حد كتب سوري ليه؟ هتجيبوا لي المرض زيادة والله العظيم. فين يا وليد؟ ما كتب، انت كتبت سنو يا وليد مش سوري، انت اللي كتبته سنو، ما تقوليش انا كتبتها، انت كتبت سنو تمام. ما حدش كتب سوري ليه؟ ممكن نقول سوري وا كايتو كوداساي او سوري او كايتو كوداساي. سوري وا كايتو كوداساي صح، وممكن سوري او كايتو كوداساي. حد يقول لي ليه سوري ما اخترتش كوري؟ عشان اللي بتكلم، عشان انا اللي بتكلم، وانا بعتبر بمثابة شخص بتكلم قريب منك، وبتكلم على كلمة معلومة. خلاص يبقى اقول سوري او كايتي كوداساي او سوري و كايتي كوداساي. يعني ما ينفعش ايوه صاحب مكان، هو سوري و كايتي كوداساي. يعني انت كتبت ممكن تكتبها، ما يعني انا قصدي، انا قصدي اللي انا قصدي عليه كايتي مويدس كا... أما... صح برضو صح يا صاحب مكان، انت بتتكلم صح تمام. انا قصدي يعني ممكن تكتبها او اكتبها لي لو سمحت. انا كان كل اللي انا عايز اقوله، بس البوينت اللي انا عايز اقولها الربط. كل اللي انا عايز اقوله الربط. اوكي يا جماعة اتفضل صاحب مكان، اتفضل. هاي دوزو، سؤال يعني ايه بالياباني يا صاحب مكان؟ تشيل الواو وتحط او. هتبقى سوري او كايتي كوداساي. تمام حلو. وليد الاو دي بارتكل، بارتكل يعني زي نقول عليها ايه، اداة. الاداة دي بتتحط قبل، يعني معظم الفيربات، معظم الافعال في اللغة اليابانية يوضع قبلها او، يوضع قبلها او. الافعال اه، امال كايتي كوداساي ده ايه؟ ما هو كايتي كوداساي ده فعل. يا وليد انت قلتها لي قبل كده يا وليد، ما تلخبطش. الفعل يتحط قبله او، المفعول يتحط بعده او، فبالتالي وصلنا لنفس النقطة. انت ما قلتش حاجه جديده، يعني مفعول بيتحط بعده او والفعل قبله او، فهي هي، ما هيبقى في مفعول وعندي او والفعل تمام. طيب في سؤال قبل ما اخش في النقطه اللي بعدها، في سؤال بالنسبه للموضوع ده لسه عايزين يعني عايزين لسه شويه.
كله تمام لغاية دلوقتي؟ كله تمام لغاية دلوقتي؟ تمام. طيب القاعدة الأخيرة، القاعدة رقم 4 هنا هي اس كا اس كا. يعني قصده ايه؟ قصده جملة رقم 1 جملة رقم 2. كلمة اور في الياباني او، ماشي، كلمة أو في الياباني هي عبارة عن جملتين مع بعض، عبارة عن جملتين مع بعض، أو أو يعني. تمام. عايز أقول إن ده 9، أنا مثلا بيديك مثلا ده 9 ولا 10، فما بيستخدمش كلمة بمعنى ولا، هو بيحط الجملتين فبتديني معنى ولا، اديني معنى او، بمعنى ان هو جه قال لي هنا ايه، كوريوا كيو ديسكا نانا ديسكا. تقريبا حد كاتب مثلا حاجة، فالشخص بيسأله بيقول له ايه دي، 9 ولا 10، فحط جملتين مع بعض فادتني معنى ولا، او اللي هي معنى او. فلو عايز اقول مثلا دي يعني لو عايز اقول مثلا ده كتاب ولا مجلة، يعني هو ده كتاب ولا مجلة، اقولها ازاي بالياباني؟ يعني مفيش اور. هو خدوا بالكم في اور بس دي مرحلة متقدمة، خلينا نمشي واحدة واحدة. هو في كل حاجة، يعني كل حاجة موجودة في الياباني، تمام، بس احنا بنديكم الاساس، اهم حاجة البيزكس يا وليد، مالكش دعوة بي هي فيه ولا مفيش، هو الياباني مفيهوش ولا فيه، تمام، مالكش دعوة بالقصص دي، خد اللي قدامك الاول، تمام، عشان ما تتشتتش. لو انا عايز اقول ده الكتاب ولا ده ال، كوريوا هوندس كازا شي ديسكا. برافو يا رندا، رندا عجباني جدا النهارده، متميزه. كوريوا زاشي ديسكا شو هوندس كا، غلط يا هابين. كوري وا هوندس كا زاشين، زاشين لا زاشي. زاشي بالظبط يا وليد. اوكي تمام جدا، ما تنسوش الفول ستوب. على فكرة مش لازم تحط لي استفهام، حط لي فول ستوب بس، لان الكا بتديني استفهام، الكا اصلا في الياباني بتديني استفهام. عشان كده قلت لكم اول ما حد يسمع في اخر الجمله كا، اعرف من قدامك بيسالك على طول، حتى ما فهمتش الجمله تعرف ان هو في سؤال اتسالته انت كده في النص. تمام. طيب مين اسا وكاري ماشتاكا، عاجبني النهارده اداء صاحب مكان، عاجبني رندا كويس، بسمه يعني بتغلط وتفوق تاني. هابين ولا هايين دي يعني شغاله، في ناس صامته. اسلام قول بقى، قول اسلام ريشه. ها ماشي اوكي اسلام، برافو يا اسلام النهارده متالق. وليد، وليد كويس برضه بس محتاج لسه شوية، الأفلام مبهدلة لك دماغك يا وليد. الباقي بعد كده صامت بقى، صامتين. سلمى، جمال، محمد عبد السلام، لوزين، صفا،
والله نفس الأداء لغاية دلوقتي، نفس الأداء لغاية دلوقتي. زينب برضو بتشارك، برضو كويس اللي بيشارك اللي بيحاول، دي حاجة كويسة يعني. لا لا، لو مبتدئ وعندك على الأقل خلفية وبتشاركي تمام، بدل ما يبقى تبقي في الضياع، لا يعني مش ظريفة. بس عامة يعني برافو ان انتوا بتجتهدوا يعني. طيب هندخل على القاعدة الأخيرة. القاعدة الأخيرة مفيهاش حاجة، هي قاعدة الملكية. احنا تقريبا اتكلمنا عن الملكية قبل كده، وقلنا الملكية، لا قلناها في يعني اتكلمنا عليها قبل كده يا وليد. انت قصدك بنو، انت قصدك نو، مش انا كده فهمتك. اللي اتكلمنا عن الملكية، والملكية انا بربط ناون بناون تاني، بربط اسم باسم. فانا عايز اقول ان الكمبيوتر ده، او انا عايز اقول ان الكتاب ده كتاب كمبيوتر، او كتاب يعني كتاب خاص بالكمبيوتر مثلا، او بيتكلم عن الكمبيوتر، فبقول كوريوا كمبيوتر. ولا يهمك يا جمال، كوريوا كمبيوتر نو هوندس. خلاص، لو عايز اقول ان الكتاب ده بيتكلم على الثقافة، اقول ان كوريوا بونكا نو هوندس. وليد عايز يقول ان الكمبيوتر ده بتاعي، فيقول لك كوريوا واتاشي نو كمبيوتر ديس. برافو يا وليد، تمام. يبقى طيب لو عايز اقول البتاع اللي هناك دي، الشنطة او اللي هناك دي، شنطة مين؟ هو بالياباني الجملة رقم 11. فقال لك كونو اريوا رقم 11، اريوا داري نو كابان ديس كا ساتو سان نو ديس. مش دونكا، بونكا، بونكا ثقافة. خد دي يا مصطفى، بونكا يعني ثقافة، ايبونكا يعني اختلاف الثقافات. كابان يا وليد مش جابان، جابان ده عندنا في مصر، جابان. لا مش بونكا، لا بونكا، بونكا بي عادية، بونكا يعني ثقافة، ايبونكا يعني اختلاف الثقافات. ثواني بس يا جماعة كده، عندي تليفون. تمام كده، خلاص. عايز اقول الشنطة دي بتاعتك، اقولها ازاي؟ كونو كابا وا اناتا نو ديسكا. فانت عايز تنفي تقول ايه، واتاشي نو جاري ماسين، او واتاشي نو كابان جاري ماسين، او ممكن اقول ايه تشيغاي ماس. خلاص تمام. نسأل ولا ما نسألش؟ برافو يا صاحب مكان، انا هو انا تانو ديسكا. برافو. طيب
نخش في، هندي كده سؤالين عشان انا ابتديت افنيخ. السؤال الاولين عايز اقول، عايز اقول وليد افاني يا اخي. عايز اقول وليد شغال في شركة ميتسوبيشي، وعايز اقول بس شغال في شركة ميتسوبيشي، عايز اقولها موظف في شركة ميتسوبيشي. شكرا اسلام، غلط موت. برافو مصطفى محمد. وليد سان، وليد سان ايه بقى؟ حط بقى قبلها، حط قبلها بقى حاجة. رندا وليد سان و ميتسوبيشي نو شايندس. برافو رندا، برافو رندا. طيب عايز اقول ان الساعة، انا بتكلم دلوقتي مع رندا بقول لها ان العربية اللي هناك دي عربية اختي الصغيرة. عايز اقول ان العربية اللي هناك دي عربية اختي الصغيرة، مع العلم ان اختي الصغيرة بالياباني معناها ايموتو. أنو جيدوشا وا واتاشي نو إيموتو نو جيدوشا أري وا كوروما نو إيموتو ديس. غلط، اكتبوا الإجابات كده وشوف. هنوقف عشان اشوف الاجابات كده، يا رب نوصل لنتيجة. طيب انا قلت الجملة، عايز اقول العربية اللي هناك دي، انا بكلم رندا والله، العربية اللي هناك دي يا رندا، تمام. انا قلت الجملة ايه، العربية اللي هناك دي عربية اختي الصغيرة. تمام، فالناس جاوبت بسم الله ما شاء الله، اجابات تحزن. صاحب مكان اسلام، الشهير باسلام، جاوب اجابه قال لك انوكرو ما وا واتاشي نو ايموتو ديس. يا سلام،
العربية دي أختي. اللي كتبه إسلام بالظبط بالنسبة لواحد يعني بيتكلم ياباني، العربية اللي هناك دي أختي الصغيرة. والله العظيم دي معناها يا إسلام، العربية اللي هناك دي أختي الصغيرة. تمام، ده اللي كتبه إسلام. أوكي طيب، نشوف الباقي، نشوف الباقي. نجم، والله نجم يا اسلام. طيب ندي نشوف بقى حد غير اسلام. المحاولة الثانية كانت من بسمة، قالت ارينو كوروما وا واتاشي نو ايموتو ديس. الله الله، برضو مفيش فايدة. واقول لها ما تحطيش بعد الاري، برضو قلت ما تحطوش بعد الكوري والسوري والاري، ما تحطوش ناون، هي بتتحط الواو قاعدة كده بتتحفظ، برضو صممت تحط نو. كوروما وا واتاشي نو ايموتو، هي المفروض ايموتو، ها ايموتو مد مش ايموتو، ايموتو ديس مد مبدئيا، جملة تركيبا غلط. هي صحتها بعد كده بس ما صححت ايموتو، بس جملة تركيبا غلط تماما. تمام، يا تقولي اري وا واتاشي نو إيمو، يعني عايز ايه واتاشي نو ايموتو نو كوروما ديس صح، يا ما تقولوا انو كوروما وا واتاشي نو ايموتو نو كوروما ديس. بس برضو جملة بسمة زيها زي جملة اسلام بالظبط، بتبني نفس المعنى، اللي هي عايزة تقول ان العربية دي اختي، عشان انتوا بتحبوا العربيات. راندا، راندا قالت انو جيدوشا وا واتاشي نو ايموتو نو جيدوشا، ونسيت الدس. تمام، لكن هايلة يا راندا، انو جيدوشا وا واتاشي نو ايموتو نو جيدوشا دس. لكن هل ينفع يا راندا استغنى عن ينفع استغنى عن واتاشي نو؟ يعني ينفع اشيل واتاشي نو اقول ايموتو نو جيروشا ديس؟ ينفع. ايموتو اصلا معناها اختي الصغيره، ولما حد يتكلم على اختك يقول لك ايموتو سان. تمام، فبالتالي بشيل واتاشي نو، مش لازم املكها لنفسي، ان هي اصلا اوريدي متملكه لي. زي كده مثلا الناس بتقول لك واتاشي نو هاها، ليه هاها؟ ليه بتقول واتاشي نو هاها؟ ها اصلا متملكه لك، يعني هاها اصلا معناها مامتك، معناها مامتي، هي بتدي معنى مامتي، بتدي معنى الملكيه اصلا، فمش محتاج اقول واتاشي نو هاها. نفس الكلام برضو في ايموتو يا رشا يا لندن. فناخد بالنا من الحته دي، وان بقول انوجي دوشا و ممكن اقول ايموتو نو ديس وخلاص، لان مش لازم اقول ايموتو نوجي دوشا ديس، بس ايموتو نو ديس. تمام، هابين قالت اريوا كورومانو ايموتو ديس، هابين معناها انا المفروض ان انا بقول عربيه اختي، فهي اللي بتقوله اخت العربيه، يعني اللي هناك ده اخت العربيه. ايه اخت العربيه؟ مش عارف، يعني الاخت الصغيره اللي هناك دي الاخت الصغيره بتاعت العربيه، يعني العربيه هي اختها الكبيره. مصطفى محمد انو كوروما وا واتاشي نو ايموتو نو ديس. برضو مصطفى محمد بسمع الغلطات الاملائية، ولكن المعنى صح، يعني المعنى صح. تمام، برافو يا محمد، برافو يا مصطفى. تمام، بس فتحت لكم الشات، انتوا فاهمين ولا ايه؟ ولا هتضيعوني معاكم؟ تمام، فاهمين فاهمين، وبعدين تودونا في داهية وتستمر الغلطات. طيب
ندي حاجة على شكلتها. طيب انا عايز اخرج من الدرس ده ان انتوا فاهمين، اهم حاجة تبقوا فاهمين. تمام، الدرس ده يا جماعة ده اساسي من اساسيات ال، انت هتمثل يا وليد، هتمثل، ده من اساسيات الايه، اللغة اليابانية. ماشي تمام كده، ندي مثال يا عم، ما تأفلمش بقى وليد. على فكرة يا جماعة انا بحبه جدا، يعني انا علاقتي بوليد كويسة جدا يعني، فبهزر معايا مش غشمرة يا وليد، غشمرة. طيب ناخد الجملة التانية. طيب غشمرة يعني ايه بالياباني يا جماعة؟ هزار يعني ايه بالياباني؟ كلمة هزار حد سمعها قبل كده؟ انا برضو بحاول اقوي اللغة عندكم شوية، بديكم كلمات. هزار يعني ايه بالياباني؟ بسمة، بسمة، نفسي تكتبي صح. جودان، يا سلام عليك يا صاحب مكان، متألق متألق. جودان، جودان يعني هزار. تمام، طيب ندي الجملة التانية. عايز اقول عايز اقول حاضر يا وليد، حاضر يا وليد، عذبتني. عايز اقول ايه، انتوا معايا ولا ايه؟ ولا انتوا ساكتين ليه كده؟ ولا كله واقف على الكيبورد وبيحاول عايز يكتب؟ كله كله حاطط ايديه على الكيبورد، واللي هو بص احنا مستعدين لك. تمام اوكي، عايز اقول ان انا دلوقتي واقف بتكلم مع وليد، يا ريت الكلام ده اللي انا هقوله دلوقتي خلاص عشان نرتب بس الدنيا تمشي ازاي. اوكي، انا دلوقتي عايزكم تعملوا كونفرزيشن، هتكتبوها على نوت، تكتبوها على جنب، وبعد كده كل واحد هيكتبها لي لوحده. يعني هقول اتكلم يا فلان، فلان يتكلم، متفقين؟ تمام، هنعمل conversation. اوكي، ال conversation دي عبارة عن 3 جمل. لما اقول خلاص الكل يكتبها، كل واحد هيجي يكتب الاجابة بتاعته على الوول، بس انا مش هدي صح ولا غلط، المهم كل واحد هيقول بس الدور، بعد كده هصحح لكم. تمام، احنا عندنا شخصيتين بيتكلموا، انا اسلام، كونفرزيشن، كونفرزيشن يعني قايوة بالياباني، قايوة، و بتكلم مع حد تاني. اختار، انا عايز اختار اسم، انا بتكلم مع بسمة. تمام، لا يا وليد انا اديتك امثلة كتير، خلاص انا حطيتك في كل الامثلة، ده الناس زهقت منك شخصيا. تمام، فبتكلم مع بسمة، بقول لها ايه دي يا بسمة؟ انا هبدأ الجملة اهو، انا اللي بسأل ايه دي يا بسمة؟ فبسمة بتقول لي، فاقول لها ايه ده يا بسمة؟ فبسمة بتقول لي، بترد عليا بتقول لي ده راديو. بقول لها الراديو ده بتاع مين؟ فقالت لي الراديو ده بتاع بابا. انتهت الجملة. هقول بالدور مين اللي هيكتب
اكتبه على جنب، انا اعيد الكونفرزيشن تاني. اعيد الكونفرزيشن تاني. طيب انا بقول لبسمة، بقول لها ايه ده يا بسمة؟ فبسمة بصت جنبها كده وقالت ده راديو. فبقول لها والراديو ده بتاع مين؟ فقالت لي الراديو ده بتاع بابا. قلت لها يا شيخة فعلا؟ بس الراديو ده بتاع بابا لغاية هنا وقفوه ماشي. طيب اللي خلص يقول خلصت زي كده مسيو اسلام، اسلام سن، اسلام سن خلص. اوكي طيب والمشكلة انا مفيش حد عندي من الدعم هنا، انا عايز واحد بس يكتب، اخليه يكتب ازاي يعني؟ طيب اسلام هيكتب. يا جماعة هنحط الاقلمة، لكن انا يعني شيل ايدك من على الكيبورد اكنك شلت الاقلمة بالظبط. conversation اسلام، اسلام لو سمحت هتختصر اسمي باي، بس ما هتختصرها بي، اكنك بتعمل conversation اكتبها ونزلها دلوقتي، وانا مش هصحح اي حاجة بس بتدور للناس اللي عايزة تكتب. لو تقريبا وليد هيبقى عايز يكتب خلاص. طيب هو كده خلص، اسلام خلص. اللي بعده مصطفى محمد، اكتب يا مصطفى محمد، انا مش هبص، مش هقول ايه الصح وايه الغلط، اكتب. محدش يكتب غير مصطفى بس لو سمحتوا. لا اكتبها لي كلها، ما تقسمها ليش، اكتبها لي كده كلها مرة واحدة وحطها. يلا يعني هو كتبها في خطوة واحدة. وليد ما تكتبش حاجة وليد، هو كتبها في خطوة واحدة، انت عمال تكتب يعني هتكتبها سطر سطر ده، فاهم؟ ما علينا اكتب يا مصطفى، مش مشكلة، مش هقول لك حاجة، اتفضل اكتب يا فندم. مع العلم ان اب يعني اب يعني ايه تيتي، اب يعني تيتي. هو انا يا جماعة ما تخلوا الراجل يكتب يعني، يا ريت نخلي الراجل يكتب. محمد بس ما تكتبوش، انا قلت الراجل بس هو اللي يكتب. بس ما جاهزة. خش يا بس ما اكتبي. خلصت يا بسمة؟
تمام. وليد احنا خلينا اسلام يكتب، لسه في رمضة ولسه في وليد، خلص على طول انجز. ماشي تمام يا وليد. رمضة خلصت يا وليد؟ خلاص تمام. طيب اتفضلي يا رندا. خلصت يا رندا كده؟ تمام. تمام اوكي. هابين ولا هين اللي هتموت وتكتب من الصبح حاجة؟ اتفضلي. هابين اعتقد ان انا عارفها، انا عارفها. اسلام هو اللي بيسأل على فكرة، مش بس ما هي اللي بتسأل، اسلام هو اللي بيسأل. انا في الانتظار ان هابين تخلص ان شاء الله، و يعني ده كده كونفرزيشن صغيرة كده، خيوة صغيرة كده، بحيث ان انتوا تتدربوا ازاي على ازاي تعملوا خيوة وازاي تتكلموا مع اللي قدامكم، وانتوا اللي تعملوها بنفسكم، هتبقى حاجة لذيذة جدا يعني ان شاء الله. طيب زينب على طول راحت انجزت على طول. زينب برافو يا زينب، عايش، بس هي لسه ما خلصتش يا زينب. انا مش عارف هي خلصت ولا لا، المفروض تقول خلصت مثلا، بس مش مشكلة. طيب زينب على طول راحت انجزت على طول. زينب برافو يا زينب، عايش، بس هي لسه ما خلصتش يا زينب. انا مش عارف هي خلصت ولا لا، المفروض تقول خلصت مثلا، بس مش مشكلة. طيب ها مين تاني؟ في حد عايز يكتب؟ مصطفى محمد، ده كتبت يا مصطفى محمد قبل كده صح؟ ولا انت ما كتبتش؟ اه مصطفى محمد، جمعهم مع بعض. اوكي تمام. في حد تاني فاضل انا نسيته ولا حاجة؟ ارحمني يا وليد، ارحمني والنبي. يا ابني خلاص. طيب خلاص كده خلصنا. لوجين، في لوجين بتكتب، مش عارف هل لوجين بتكتب حاجة ولا ايه؟ لا إله إلا الله، معلش أنا غلطت. تمام خلصنا أوكي.
طيب هنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سليب صاحب مكان مش جسد. كتب ايه اللي هو انا بقول سوريوا نانديسكا واحد، بس هي سوري واز، يعني انت ليه مش عارف كاتب سوري واز؟ المهم المفروض تكتب اتش اي مش دبليو اي، قلناها 100 مرة تمام. سوري وا نانديسكا بي ردت عليه قالت له كوريوا راجيو ديس. يا سلام فول ماركو. طيب بعدين ايه قال لك؟ سونو راجيو وا داري نو ديسكا كونو راجيو وا واتاشي نو اوتو. واتاشي نو اوتو اوتو، ها هو عايز يقول اوتو سان. اوتو ساندس. اسلام كويس جدا بس غلط. غلط في اولا سوري وا ناندسكا صح، كوري وا راجيو ديس صح، لان هو فعلا استخدمت انا السوري التاني رد عليا اللي هي بسمه. بسمه انا قلت ايه؟ انا قلت ان الراديو ده جنبها، ففعلا كوري وا راجيو ديس. فاسلام رد قال انو راديو وا دارينو ديسكا. طيب الراديو ده بتاع مين؟ فبسمه ردت قالت كونو راديو وا واتاشي نو اوتو سان ديس. غلط، اوتو سان لا تستخدم للملكيه بتاعتي، اوتو سان والدك وليس والدي. انا قلت تشي تشي، فلو انت قلت تشي تشي نو ديس خلصنا تمام. ده بالنسبة للغلط ده. اسلام برافو يا اسلام، عامة برافو، يعني لو هديك تقييم هديك 9 من 10. مصطفى محمد ممكن اشوفه في الاخر، يعني ممكن اشوفه في الاخر عشان انت مجمعهم مع بعض فهتبقى ألذ، يعني انا لو شفتها في الاخر بعد اذنك ممكن اشوف الاخر. اديني بس الاوكي. طيب اوكي ماشي. بسمة، بسمة قالت سوريوا ناني بسمة سان، يعني بسمة اتكلمت باللي هو بالعامية سوريوا ناني بسمة سان كوريوا راديو ديس. طبعا راديو كتبت غلط، الوحيد اللي تقريبا اسلام كتبها صح راجيو، احنا قلناها راجيو مش راديو تمام. والوا برضو الدبليو اي برضو لسه. كوريوا راديو ديس دارينو راجيو ديس كا تمام. واتاشي نو تشيتشي ديس. غلط. ايه الغلط؟ هنمسك كده. اول حاجة قالت سوري وانا اندسكا، المفروض طبعا يا بسمة ما تكلمنيش بالعامية علشان احنا هنا يعني بنبدأ لسه من مستوى ما لكيش دعوة بالافلام اللي لخبطت لك دماغك، الانيميشن والكلام ده فكك منه تمام. احنا بنتعلم من البداية، فبالتالي سوري وانا اندسكا ممكن تقوليها او ممكن تقولي زي اسلام قالها على ما اعتقد. يعني هي سوريوا ناندسكا. ايه ده؟ خلاص كوريوا راجيو ديس لغايه هنا تمام. بعدين رحت قلت ايه دارينو راجيو ديسكا. هي اسلام عمل ايه؟ اسلام قال لك سونو راجيو دارينو ديسكا. اسلام صح وهي صح، هي اختصرت على طول، هي قالت طب
نخلص بقى. دارينو راديو ديسكا، الراديو بتاع مين؟ فبس ما ردت قالت واتاشي نو تشيتشي ديس، ابويا. تمام، هي نسيت حاجة، واتاشي نو تشيتشي نو ديس، نسيت النو. تمام، انت مش محتاجة تحطي واتاشي نو، قلتها 100 مرة. احنا عندنا في الياباني يا جماعة تشيتشي يعني بابايا، خلاص بابايا لوحدها كده معناها بابايا، وهاها يعني مامتي، وتوسن باباك، وكاسن مامتك. فانا بالتالي مش محتاجة املك، مش محتاجة اقول واتاشي نو تشيتشي، هي تشيتشي معناها بابايا، هي اوريدي معناها بابايا، محدش هياخدها بمعنى تاني، خلاص. فالغلط بس بسيط يا بسمة، بس جيد جدا. وليد كوري وا ناندسكا، كوري وا راجيو، عمال تقول لي الناس كلها كتبته غلط، الناس كتبته غلط، وانت كتبت كلمة راديو غلط. هي دي راديو؟ راديو الوحيد اللي كتبها صح اسلام. انو راجيو دارينو ديسكا تشيتشي نو ديس. طيب كوري وا ناندسكا لغاية دلوقتي صح، كوري وا ناندسكا، كوري وا راجيو ديس غلط، علشان انا قلت لك المفروض ان انت كنت تجاوب، المفروض ان انت كنت تسأل تقول سوري وا ناندسكا، بعد كده بس ما تجاوبك تقول لك كوري وا راجيو ديس. فانت هتقول مثلا ليه قلت انو، لان انا ما قلتلكش ان هو بعيد عني وعنك، وبعدين ايه ازاي تحط كوري وبعدين تحط بعدها انو، انا مش فاهم عمرها ما تيجي كده. فبالتالي بقول طيب اقول بعد كده لو عايز اقول ممكن اقول سونو راجيو وا دارينو ديسكا تشيتشي نو ديس، هي تشيتشي نو ديس هي الجملة الوحيدة الصح. وليد مو تشوتو جامباتي كوداساي، شد حيلك كمان شوية. رندا، رندا كاتبة بس مسا سوريوان اندسكا، خلاص سوريوا نان ناني ديسكا، لا غلط مش ناني، سوريوا مش ناني يا جماعة، سوريوا نان ديسكا، ايه ده مش ناني. تمام، سوريوا راديو ديس، طبعا راديو هي راديو، ها سوريوا راديو ديس طبعا غلط، المفروض كانت تقول كوريوا راديو ديس. دارينو راديو ديس كا تشيتشينو راديو ديس، صح. هي بس الفرق بين الغلط عندك في السوري والكوري، بس الجملة صح. برافو يا رندا، اديكي 9 من 10، مش حد غلط 10 من 10. وليد اديك 8، بس ما اديكي يعني بس ما اديكي 8 برضو. هابين بقى ولا هين عذبتني. كوري وا ناندسكا، هاي كوري وا ناندسكا راجيو ديس، كونو راجيو و دارينو ديسكا واتاشي نو تشيتشي ديس، واتاشي نو تشيتشي ديس غلط برضو، واتاشي نو تشيتشي نو ديس. تمام، و ما ننساش حاجة، ان هايين ولا اسمها هابين عملت حاجتين، قالت كوريوا خدوا بالكو عملت حركة يعني ايه فيها نوع من الصياعة شوية يعني فيها نوع من الذكاء والدهاء، بمعنى قالت لي ايه، طبعا المفروض ما اقولش كوريوا، انا اللي بسأل يا هابين، انا اللي بسأل، اسلام هو اللي بيسأل بس، ما في المفروض تقولي ايه يعني سوري وا ناندسكا. فهي واحد مختصر على طول، ما قالتش كوريوا، واحد قال راجيو ديس وكلاها. طبعا جراماتيكلي يعني انا طلبت ان انا استخدم الكوري والسوري، طلبت انها ان هم يستخدموا، عشان كده هحسبها لها غلط. بس كصح ولا غلط؟ لا هي صح، هي بس راحت شايله ايه على طول، شايله اللي هتقرفني، انا لسه هحط كوري وسوري هتقرف، انا جو ديس خلصنا.
كونو لا جوا دارينو ديسكا، طبعا مش كونو المفروض تقول سونو. فاقول لك تشيتي واتاشي نو تشيتي نو نو ايه نو راجيو ديس او نو ديس، فبشيل حتى الواتاشي نو خلاص. زينب سوري وانا ديسكا كوري وانا راجيو ديس دارو نو راجيو ديسكا داري تشيتي نو ديس. كويس يا زينب، بس يعني اخر جملة هي اللي قلشت منك، بس انت كنت ماشية كويس قوي، برافو. تسعة مصطفى كوري وانا ديسكا كوري وا راجيو 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 مش راديو، ها راجيو ديس كونو. طبعا كوري وكوري غلط، يعني انك تستخدم كوري وكوري غلط، المفروض تقول سوري وكوري. بعدين كونو راجيو وا دارينو ديسكا تشي تشي نو ديس صح. بس هي بس الفرق بين الكونو والسنو طبعا ده يدل ان انتوا لسه ما فهمتوهاش كويس خلاص. بس يعني اديك تسعة من عشرة، مفيش حد جاب عشرة من عشرة، برافو يا جماعة. و اشتغلتوا كويس. حد عنده سؤال ولا حاجة؟ وفرحان بس يا وليد، وانا كتبتها صح وانا كتبتها صح، وفي الاخر يعني ايه، في الاخر تطلع ايه مش كيف تفهمها، هي بس بتتحفظ، هي بتتحفظ. طيب خلاص، في تحدي واضح، في منافسة بين بسمة ووليد، دي حاجة كويسة ان التنافس برضو مطلوب جدا علشان يخلق نوع من التحدي. طيب انا كده خلصت النهاردة، برافو يا زينب. انا يعني هايلين النهاردة، رندا هايلة هايلة جدا يا رندا. زينب اسلام بسمة وليد هايين ولا هابين، نفسي اعرف انطق اسمها. ان شاء الله جبت 113. مش عارف والله، انا ما بعرفش اكتب ياباني هنا، بس يعني في ناس بتعرف تكتب ياباني، مش عارف ليه مش مستريح لك. طيب اللينك حاضر، اديك اللينك حاضر يا فندم من عينيا، حاضر نديك اللينك بس كده، انت تؤمرني مش اي مشكلة. ده اللينك بتاع البيج، ودلوقتي هتلاقي حد بيكتب لك اللينك بتاع اليوتيوب. العفو يا فندم، العفو، مش باشا والله، بس العفو. طيب هل في سؤال تاني يا جماعة؟ اتضربوا على كونو سونو انو والكلام ده جدا، عايزكم تمسوه بقوة. اتفضل يا كبكب. 8 يا هني، 8، ما تقولش حاجة لما نشوف كبكب ناوي يهزر ولا هيتكلم بجد. اتفضل يا كبكب، عنده سؤال. ليش الهالمرات مش فاهم، مش فاهم السؤال، مش فاهم السؤال. هي القاعدة كده، القاعدة كده، هي بتكتب W H A ولكن تنطق و. ماشي اوكي. طيب هل في سؤال بخصوص اللي احنا درسناه دلوقتي النهاردة؟ هل حاسين ان في معلومة جديدة جات لكم؟
انا يعني ما رضيتش اتقل يعني النهارده برضو عشان انا تعبان شويه، بلس ان انا يعني فاهمين المره الجايه هناخد ان شاء الله كتكنا زياده بقى هنواقكم. تمام، واضح ان في تحدي بين وليد وبسمه. كويس. طيب هناخد بس اخر حاجه، هناخد اخر حاجه خلاص اللي هي الجزء ده اللي هي سو ديسكا. سو ديسكا خلاص مفيش تشات، قفلت الشات. سو ديسكا اللي هو عايز يقول ايه؟ ان اللي هي اي سي، انا فهمت يعني مش لازم ارد عليها، بس هي الفكره بتاعت سو ديسكا اللي هي رد. مثلا هنا المثال بيقول لك كونو كاساوا اناتا نو ديسكا، المظله دي بتاعتك. فبيرد بيقول له ايه تشيغايماس شوميتو سان نو ديس. فالتاني سو ديسكا يا راجل. بس كده، هي دي سو ديسكا. تسمعوا طبعا في الانيميشن سودا احصوه احصوه، تسمعوها حاجات كتير. لا مش سودس، اصل سودس دي اصل سو سودس كا هنا معناها يا راجل. حقا حقا، هي مش محتاجة اجابة. اذا تسوق يا سلام عليك يا اسلام متمكن، وعليكم السلام ورحمة الله، متأخر جدا يا ولاء. لا ما هي عشان هنا بقى، عشان كده سودس كا هنا بيتساءل مع نفسه، هو بيتساءل مع نفسه فعلا. فلو حد عايز يغلس عليه يقول له هاي سودس، يعني عادي ممكن ترد عليه. يعني مثلا لو قلت كونوكا سواء ناتان وديسكا تقول ايه تشيجاي مس، لا مثلا دي وريت سان نو وريت سان نو كاسا ديس او وريت سان نو ديس، فاقول لك سودس كا تقول له هاي سودس، غلاسه بغلاسه يعني. لو عايز ترخم عليه تقول له سودس، ده لو عايز. بس هو لغايه هنا سودس كا معناه ان هو بيتساءل وخلاص، هو اي سي. هل هناك استفسارات اخرى؟ طيب مين النهارده بالظبط بنرفع النو، بنرفع التون، التون قصدك، بنرفع التون عندك طبعا. لا هي بصي، لا سؤال حلو جدا من نواره، انتبهوا جدا للسؤال ده، سؤال جيد جدا من نواره. بنرفع التون عندك على انهي كا؟ انهي كا؟ الكا الاولانيه في الجمله الاولانيه ولا اللي هي ولا التانيه؟ بتاعت لما بيسأله ولا لما بيقول سودسكا، انهي واحدة؟ حلو، التاني تون بتبقى اهدى من الاولانية. التاني تون، التون التانية بتبقى أهدى من الأولانية. ممكن تسمعوا، ممكن تسمعوا وتركزوا. كونو كاسا وا أناتا نو ديس كا إي تشيغاي ماس واريت سان نو ديس. سو ديس كا، شو قالت إزاي؟ خدتوا بالكوا ولا ما خدتوش بالكوا؟ سو ديس كا، يبقى الأولانية كونو كاسا وا أناتا نو ديس كا كا، بعد التانية سو ديس كا. خدتوا بالكو؟ الأولانية أعلى. تضحك ليه يا وليد؟ ضحكنا معاك. طيب ماشي اوكي. في حاجة تانية
قبل ما اخلص النهارده في سؤال بخصوص، لو سمحتوا تدربوا كويس جدا على انو سنو كانو وكوريو سوري واري يا رب كده، والناس الجديده النهارده اللي ما شاركتش باي حاجه، يعني المعظم هو الناس المتابعه بصراحه اللي موجوده، المعظم الناس المتابعه، وده حاجه بسطاني جدا النهارده ان اللي متابعين بس هم الناس القدام، ودي حاجه بسطاني جدا عشان تقدروا. الدرس الجاي انا عايز حاجه اسمها، اعمل لكم حاجه اسمها الشوكوداي. الشوكوداي ده الواجب كده مع نفسكم، تدربوا كويس قوي، تعملوا لي كل واحد يعمل لي كونفرزيشن، هيعمل لي كايوا بنفسه، وان شاء الله المره الجايه كل واحد كده يفكرني يقول لي انا كتبت الكايوا بتاعتي، ويكتبها لي على ال يكتبها لي تمام عشان اصححها له. فانا عايز كل واحد يالف كايوا في دماغه ويستخدم فيها كل حاجه اتعلمناها في الدرس الاول والتاني، من كلمات، من قواعد، كل حاجه يستخدمها ويحاول يكررها كذا مره كده مع نفسه لغايه ما يحفظها، لاني هخليه يسمعها واخليه يتكلم بالمايك المره الجايه ويجيب مايك معاه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. お疲れ様でした、皆さん。お疲れ様でした。いやいや、紹介。معلش يا نوار، ان شاء الله تتعود. يلا مع السلامة يا جماعة، ومعلش ان انا ما اديتكوش كمية كبيرة النهاردة، بس يعني ايه ده، يعني معلش انا بس ايه بتعب، انا عارف انا بتعب فاهم، بس النهاردة والله فعلا ما رضيتش ان انا الغي المحاضرة خالص، لان انتوا ياما استنيتوا بصراحة. نعم، عايز ايه يا وليد؟ ميعاد القادم بإذن الله هيبقى يوم الجمعة الساعة 2:30 الظهر برضو، ده لغاية ما أنا يوم الخميس أو يوم الجمعة ببلغ إذا كان في تغيير ولا لأ. ايه يا وليد عايز تفهم ايه؟ ها؟ الإذاعة، مالها الإذاعة؟ لأ، لايف إن شاء الله يا كابكاب زي دلوقتي كده. 2:30 إن شاء الله. حاضر يا لولو، حاضر. ايه السؤال يا وليد؟ وليد عايز يشارككم حاجة يا جماعة، اتفضلوا اسمعوها. اللي فات في المدرسة أنا قلت إذاعة ياباني. وليد عايز يقول إن هو المدرسة اللي فات في المدرسة ايوه يا وليد، اوكي وليد، نشجعك ونقول لك برافو يا وليد، واستمر في الموضوع ده، واقعد كده يعني قول كلمات جديدة والكلام ده، وده وهو بيعلم الناس كلمات جديدة، بيقول لهم الصبح مثلا اوهايو جوزايماس كونيتشوا كومبا، وبيقعد يعلمهم حاجات. الصبح وليد قاعد يحكي لك القصة دي، فحب يعرفكم ان هو يعني بيعمل اذاعة ياباني الصبح، فعايزين نشجعه ونقول له برافو يا وليد واستمر، مش نقعد نتريق على بعض. وليد
ان شاء الله يا وليد. يعني وليد من، انا عايز اقول ان وليد من الناس المجتهده جدا، لدرجه ان هو يوميا لازم يرسلني وكده، وطالب شاطر بصراحه، واتمنى له ان شاء الله التقدم في اليابانيه. ويمكن زكريا اللي كان معانا من شويه اللي هو هيروح الياباني، رب ان شاء الله برضه ربنا يوفقه، ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم، استمتعت معاكم النهارده جدا، واستمتعت ان في ناس دماغها شغاله وعايزه تثبت وجودها، وبنبسط بيه جدا لما بلاقيكم. يعني معلش سامحوني على الفتره اللي فاتت، وسامحوني برضه ان انا لو ما بقدرش ادي محاضرات صدقوني انا مش عايز اتاخر عليكم خالص، بس غصب عني والله فعلا. يلا مش عايز اطول عليكم، أرجو إن انتوا تكونوا استفدتوا إن شاء الله، وذاكروا كويس، و مع السلامة.